كمان على هامش معرض الكتاب كان لمحمد الشاذلي لقاء مع اللواء دكتور محمد سلامة، وكيل أول الرقابة الإدارية، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. اهلا بحضراتكم. من اهم المشاركات السنويه في معرض القاهره الدولي للكتاب بشكل عام، ودي المره الثالثه اللي بتشارك فيها هيئه الرقابه الاداريه في المعرض بمناسبه طبعا الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد، بيكون في تواصل بشكل مباشر مش فقط مع المؤسسات مع الجامعات، لا ده في تواصل مباشر واحتكاك مباشر كمان مع الجمهور مع الناس مع الاسر مع الشباب، ودي حاجه مهمه جدا. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن جناح الهيئه بيضم ايه، طبيعه التواصل عامله ازاي. كل هذه الاسئله هيجاوبنا عليها سياده اللواء الدكتور محمد سلامه، هو وكيل اول هيئه الرقابه الاداريه ومدير الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي منورنا. صباح الخير عليك يا سياده اللواء. صباح النور وسعيد بالمشاركه معاكم للعام الثالث. يا اهلا بحضرتك. أهلاً بيك. ايه الجديد السنه دي يا فندم اللي بتقدمه هيئه الرقابه الاداريه؟ والله يا فندم احنا المشاركه بتاعتنا الاولى والثانيه كانت بالنسبه لنا هي حقل التجربه المهم اللي لازم نخوضه بقوه عشان نعرف ازاي نقدر نتواصل مع الجمهور، وخاصه ان التجربه كانت تجربه بالنسبه لنا جديده. معالي الوزير عمرو عادل رئيس هيئه الرقابه الاداريه كان باستمرار تعليماته ان احنا نقدم ما هو جديد، لان احنا لو ما قدرناش نقدم حاجه جديده للجمهور هتبقى المشاركه فيها نوع من انواع الجمود او التكرار، ودي حاجه مش هتبقى الافضل بالنسبه لنا في التسويق ونشر الوعي بمكافحه الفساد. فإحنا في هذا العام قدمنا بحوث ودراسات جديدة للجمهور، عرضنا البحوث الخاصة بالشباب اللي اشتركوا معنا في مبادرة دولية أممية هي مبادرة جريس لتمكين الشباب ضد الفساد، وهي مسابقة بحثية اشتركت فيها الجامعات المختلفة زي الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة في أنهم طلعوا إصدارات خاصة بمكافحة الفساد عن طريق أوراق سياسات، ودي كانت حاجة مهمة وتم تكريمهم في الأكاديمية وبنستضيفهم معانا برضو، ده شيء عظيم. جديد موجودين معانا في الجناح عشان يقدموا البحوث الخاصة بيهم للجمهور، ده نموذج من الحاجات الجديدة اللي احنا بنقدمها في الجناح. طيب سيادة اللواء، البعض ممكن يسأل ايه أهمية ان يكون في احتكاك مباشر من الهيئة والمواطنين الناس العادية اللي مش مسؤولين؟ انا هرجع 3 سنين لورا واقول لحضرتك ان احنا في العام الاول للمشاركه لما اتفتح اليوم الاول للتلاقي مع الجمهور كان الجمهور بيعدي من قدام الجناح مستغرب يخش ولا ما يخشش يتصرف ازاي، فكنت انا والزملاء بنقول لهم لا اتفضلوا شاركوا ما تقلقوش من مشاركه هيئه الرقابه الاداريه، احنا مش جايين نتكلم على القضايا ومكافحه الفساد بالشكل المباشر اللي انتوا عارفينه، احنا جايين ندي قيمه توعويه وتثقيفيه للاسر طبعا للاسر كلها، اتفضلوا معانا وفعلا بقى في اقبال، وفي السنوات اللي بعد كده بقى الاب اللي كان بيجي لوحده وبيجيب اسرته ويجي يفكرني بالعام الماضي ان هو جه وجاب اسرته واولاده اللي في المدارس والجامعه عشان يتعرفوا على فكره ثقافه مكافحه الفساد. طيب ايه ابرز الاسئله، ايه ابرز الاستفسارات اللي بيوجهها الجمهور لحضراتكم؟ والله يا فندم احنا بنقدم دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لأن هي الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، بيسألوا إزاي إن هم يقدروا يلتحقوا بالدورات التدريبية المختلفة، إيه البرامج اللي بتقدمها الأكاديمية، بيسألوا أيضا عن الدبلوم والماجستير الخاص بمكافحة الفساد لأن احنا بنقدم دبلوم وماجستير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وبندي شهادة أكاديمية خاصة بهذا الأمر. كذلك احنا شغالين على ان احنا نمنح درجة الدكتوراه وبيعرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للجامعات لإقراره، والإجراءات إيجابية وماشية في اتجاه ان شاء الله إقرار منح شهادة الدكتوراه. عظيم. ده من خلال ضيوف وزوار المعرض ممكن يصلوا إلى هذه المرتبة من خلال التواصل المباشر معاكم من هنا من المعرض. صحيح، احنا باستمرار احنا عندنا شاشتين تفاعليتين، الشاشة الأولى خاصة بموقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبالطبع الشاشة الأولى هي شاشة
موقع هيئة الرقابة الإدارية، وبنقدر نخش من شاشة الهيئة على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فيها كل الردود على كل الاستفسارات اللي ممكن أي مواطن يرغب في الالتحاق بالأكاديمية أنه يسألها ويتم الرد عليه من خلال الرسائل أو من خلال مطلعته للبرامج والدورات التدريبية. عظيم. طيب من خلال بقى متابعة حضرتك لعمل الجناح خلال اليومين دول، إيه أبرز الإصدارات اللي شايف عليها إقبال من الجمهور؟ هم باستمرار بيسألوا على البحوث، لأن البحوث يعني فيها قيمة كبيرة كلها لها علاقة بمكافحة الفساد ومنعه والوقاية منه، لأنه إحنا دور المنع والوقاية لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن الدور في المواجهة المباشرة للفساد، لأن أنا لو قدرت أعمل قاعدة توعوية وثقافية كبيرة هقدر أحد من الفساد في المستويات العمرية المختلفة للمواطنين والمراحل القادمة من عمر الدولة المصرية، وبالتالي أقدر أمنع الفساد في المهد، ما يبقاش في ممارسات وأفعال فاسدة ممكن حد يتصور أنه ارتكابها ما يعتبرش تجاوز في حق المجتمع وفي حق الجهاز الإداري بالدولة. طيب سيادة اللواء، لمن لا يعرف الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في سطور كده ممكن حضرتك تعرفنا بطبيعة عملها؟ احنا يا فندم ابتدينا نشاطنا في عام 2018 وأطلق عمل الأكاديمية، نتشرف بأنه أطلق عمل الأكاديمية السيد رئيس الجمهورية في أحد المؤتمرات الهامة. الأكاديمية بتوعنا بتقديم دورات تدريبية وبرامج خاصة بمكافحة الفساد ومنع الفساد في الدورة الأساسية والدورة الراقية، كذلك بنشتغل على أن احنا بصفة دورية بندي دورات للموظفين العاملين في الدولة سواء في الوزارات أو المحافظات أو الجامعات وغيرها من كل الجهات الإدارية في الدولة بصفة منتظمة، كذلك بنقدم دورات تدريبية بنسميها دورات التدريب الحر، دي خاصة بالمواطنين بيقدروا عن طريق الموقع يلتحقوا بيها، أي فئة من فئات المواطنين وأيا كان درجته العلمية أو وظيفته من حقه أنه يلتحق في دورات التدريب الحر، وهي دورات مسائية بيلتحق بها عشان يبقى عنده الثقافة وعنده الوعي الخاص بمكافحة الفساد. بنركز على كل الفئات، المرأة، الشباب، طلبة الجامعات، طلبة المدارس، اتحادات الطلاب، ذوي الهمم، كل هؤلاء هم شركاء وأصدقاء ودارسين لبرامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. عظيم. سيادة اللواء، كل جهة أو كل مؤسسة بتسير وفق استراتيجية موضوعة، عايزين نتعرف من حضرتك أكتر على استراتيجية الهيئة، أعتقد أنتم في المرحلة الثالثة دلوقتي. صحيح صحيح. هيئة الرقابة الإدارية هي المعني بها تمثيل الدولة المصرية في كل المؤتمرات الدولية الخاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وكذلك لها دور مهم جدا وهو التنسيق بين الجهات في تنفيذ الاستراتيجية وكذلك تنفيذ أعمال متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. هي استراتيجية واحدة من ثلاث نسخ، ابتدت في عام 2014 النسخة الأولى وانتهت في 2018، ثم المرحلة الثانية 2019-2022، ثم المرحلة الثالثة 2023-2030، هي مرحلة ممتدة شوية وتثير أحيانا بعض التساؤلات لمدتها طويلة، هي معمولة على مرحلتين ومعمولة بهذا الشكل عشان تنتهي مع خطة الدولة المصرية رؤية مصر، الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية رؤية مصر 2030، عشان احنا طبعا الاعمال اللي احنا بنقوم بيها تجمع ببعض ولا تضرب ببعض، يعني كلها ماشية في اطار واحد، فالاستراتيجيات بتتحقق في مدايات واحدة. برضو احب اقول انه تم اصدار تقرير المتابعة الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية وعرضت على رئاسة الدولة، وكان في قرار مهم جدا اتخذ انه يتم نشرها على المواطنين، يعني ما يعرض على قمة الجهاز الموجود بالدولة يعرض على المواطنين عن طريق الموقع الخاص بهيئة الرقابة الإدارية، وده كان برضو إنجاز كبير إن المواطن يشارك ويرى بنفسه الأثر والنتائج المحققة عن طريق المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية. خليني أقول لحضرتك إن من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي هي زيارة الأكاديمية من خلال الجناح. صحيح صحيح. يعني دي كانت تجربة عجبتني جدا، لو حضرتك تشرحها برضو للجمهور عشان زوار المعرض يكونوا عارفين. بالظبط، احنا عشان خاطر يعني نعلم ان مش كل الزوار
الخاصين بالمعرض يتواجدوا في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. احنا جبنا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد داخل جناح هيئة الرقابة الإدارية. حضرتك وانت موجود في قلب الجناح في ممكن تعمل جولة افتراضية فيرتشوال تور داخل الجناح، تتفرج على الأكاديمية، المساحات اللي حواليها، تخش للبهو الرئيسي، السيد رئيس الهيئة بيحيي حضرتك في رسالة جميلة، حضرتك بتخش كل القاعات وانت موجود في القاعات. كمان الجديد في هذا العام ان احنا خلينا اعضاء هيئة التدريس اللي بيدرسوا في الأكاديمية يلتقوا مع المواطنين ويعرفوهم بالمناهج والمواد المختلفة اللي هم بيعرضوها، وكلهم قامات كبيرة جدا من الدكاترة المتخصصين في المجالات المختلفة، وبيبقى في نوع من انواع الحميمية والتواصل مع زوار طبعًا. المعرض. طيب يا سيادة اللواء، زي ما كنت بتكلم مع حضرتك في البداية وكنا بنقول انه مش فقط حتى الاحتكاك المباشر مع المواطنين، لا ده في تنسيق عالي جدا مع المؤسسات مع الجامعات المصرية عشان الزيارات. احنا شايفين وفود من الجامعات بتيجي في رحلات من صحيح. الجامعات المصرية المختلفة. صحيح. هو حضرتك احنا لاحظنا في السنة اللي فاتت انه في زيارات بتيجي للجامعات بشكل منتظم، فحبينا ان احنا نعمل النوع من انواع التنسيق الموضوعي جدا مع الجامعات، وفعلا خطبنا الجامعات وتعرفنا على مواعيد الزيارة عشان نكون جاهزين لمقابلة كل الوفود اللي ممكن تيجي، ومتهيئين ان هم يجوا عشان نمدهم باكبر قدر من المعلومات اللي هم يرغبوا فيها. برضو احب اقول لحضرتك ان احنا واخدين طراز المعرض مستوحى من الأطرزة المختلفة اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، ان احنا ناقلين من فكرة ساحة الشعب، عاملين مدرج مصغر بشكل معين عشان يعني يجلس عليه الوفود المختلفة، ان احنا بندعو البراعم والنشأ الصغير، لان احنا برضو قدراتنا عشان نتواصل معهم مش عالية جدا، فجبنا متخصصين عظيم. في هذا المجال عشان جدا. يتكلموا معاهم يديهم المفاهيم البسيطة زي احترام الكبير والمحافظة على نظافة المجتمع والمبادئ الهامة زي الصدق والأمانة، لأن كل دي بتعلم النشء البسيط ده أنه هو في المستقبل يكون قادر على أنه يتحمل بأعباء فكرة مكافحة الفساد والوقاية منه. طيب أخيرا، إيه دور المواطنين العاديين في مكافحة الفساد لو حضرتك توجه لهم رسالة؟ والله يا فندم زي ما قلت وحاخد من آخر كلام أنا قلته، لو إحنا التزمنا بالمبادئ الأساسية البسيطة اللي أنا بقول عليها زي نظافة المجتمع المحيط، دي نقطة هتبقى مهمة جدا رغم بساطتها. هيتصور البعض إيه علاقة ده بمكافحة الفساد، إذا كنت أستطيع أن أنا أتحمل بالمهام البسيطة وأنشأ على أن أنا أبقى قادر على أن أنا أملك نفسي في هذه الأمور البسيطة، بالتأكيد في المستقبل هقدر أن أنا أتمالك نفسي في أني أتحمل بأعباء أن أنا أتصدى للأفعال الفاسدة والممارسات الفاسدة. كل التوفيق لحضراتكم، بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر اللواء دكتور محمد سلامة وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. شكرا جزيلا يا فندم. أشكر حضرتك. شكرا.